أكد محامي اللاعب كريم بنزيما أنه يدرس البدء بمقاضاة وزير الداخلية الفرنسي حول اتهامه اللاعب بامتلاك صلات مع جماعة الإخوان المسلمين، واعتبر المحامي هذه التصريحات بمثابة تشهير، مضيفا في تصريحات إعلامية أنه أيضا سيقاضي عضوة البرلمان الأوروبي نديم مورانو من حزب الجمهوريين، والتي رفعت طلبا أمام البرلمان لسحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي بعد تعاطفه مع سكان غزة الفلسطينية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا اللاعب المصري المحترف في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نشر بيانا مصورا عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عما يحدث في قطاع غزة، وحصد الفيديو أكثر من 140 مليون مشاهدة على حساب اللاعب في تطبيق إكس تويتر سابقا، وما يزيد عن 40 مليون مشاهد على انستغرام. وطالب محمد صلاح في الفيديو بأن يتم المساح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، ومناشدا جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي الزميل وحيد المصري الصحفي في قسم الرياضة في شبكة العربية. أهلا بك وحيد. دعنا بتفاصيل ما يحصل، هل من الممكن أن تسحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما بسبب تعاطفه مع القضية الفلسطينية وما يحصل في غزة؟ طبعا بعد العودة إلى خبراء قانونيين وبعض المختصين في هذا المجال، يبدو من شبه المستحيل قانونيا سحب الجنسية من كريم بنزيما. أولا لأنه ليس لاعب حصل عليها لاحقا في حياته، بل هو مولود في فرنسا ولديه منذ الولادة. فحالات قانونية لسحب الجنسية أو البدء بإجراءات الجنسية تحتاج إلى إجراءات طويلة، إلى إثبات خيانة الدولة. يعني بالنهاية ممكن أن نضع تصريحات سواء وزير الداخلية الفرنسي أو يعني كانت قاسية، هو اتهمه أنه ليس فقط بأنه يعني يتعاطف مع غزة، ولكن بأنه من الإخوان المسلمين، يعني هذا التنظيم بكل بساطة يعني تصريح سياسي وليس تصريح يحمل قيمة قانونية حقيقية. يعني وزير الداخلية طبعا ينتمي إلى حزب، النائبة في البرلمان تنتمي إلى حزب، فهم ردت فعلهم على ما صرح به بنزيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لم يكن الحجة بالحجة، بل تهديدات وإطلاق تشهير كما وصفها محامي اللاعب، الذي يمكنه الآن فعلا يقدم دعوة تشهير والمس باسم كريم بنزيما على العموم. وهذه سبق أن تواجدت حالات سابقة في القانون الفرنسي لشخصيات رفعت دعاوى قضائية على شخصيات سياسية وحصلت على تعويض. طبعا لا يوجد يعني حد معين، تعويض مادي واعتذار في النهاية. يمكن تصل الموضوع إلى حصول بنزيما على تعويض مادي، لا أظن أنه يبحث عنه، ولكن الاعتذار ربما هو ما يريده. هناك أمر آخر، موضوع الفيديو الذي أطلقه اللاعب المصري محمد صلاح. هذا الفيديو يعني هناك آراء اختلفت، البعض كان مع هذا الفيديو والبعض انتقد هذا الفيديو، ولكن على الرغم من كل ذلك كان هناك مشاهدات بالملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي. أيضا كيف ترون هذا التفاوت بالآراء؟ طبعا بالنسبة لمحمد صلاح، خلنا نحكي ليش الناس محمد صلاح. أولا بعدد المتابعين الكبير، الكثير يدرك بأن أي كلمة ينشرها أو أي بوست أو أي فيديو كما فعل سيصل الأرقام، آخر تحديث على حسابه في تويتر 160 مليون مشاهدة. طبعا لا نستبعد التكرار اللي هو أشخاص يشاهدوهم أكثر من مرة. على إنستغرام 49 مليون، على فيسبوك 3 مليون ونصف، وهذه الأرقام عم نتكلم على أقل 24 ساعة تقريبا من لما نشر الفيديو. فالرسالة وصلت، الكل كان يرغب من صلاح منذ بداية 7 أكتوبر حتى أمس أن يصل برسالته، وفعلا قدم رسالة. الآن اللوم، لماذا البعض يلوم على صلاح؟ أولا هناك جانبين شقين لهذا السؤال. أولا لأن صلاح الجميع أو الأغلبية يعتبره واحد منا، يعني إذا بنحكيها ليس لاعبا ولد وملعقة من الذهب، لم يلعب في الزمالك أو الأهلي كبيرا الكرة المصرية، بل ابن نجريج، قرية مصرية بسيطة في بسيون، شق طريقه، لعب في نادي المقاولين أحد الأندية المتوسطة في مصر، وذهب في رحلة احتراف. طب لماذا كانوا ينتظرون أكثر مما قاله؟ لأنه
مسك العصا من النص، خلينا نحكيها، كان دبلوماسي كما وصفه البعض، يتحدث بدبلوماسية وليس من القلب. طبعا الجيد انه بهذا الموضوع وحيد، يعني انت تعلم بانه يعني هؤلاء اللاعبين مستقبلهم يتعلق باي كلمه يعني يقولونها، وكل شخص ايضا يعني يتعلق بمعيشته وبايضا الاموال التي يتلقاها، وهؤلاء لديهم عقود مع شركات كبرى، من الممكن ان يخسروا كل شيء تجاه اي كلمه لا تكون في مكانها. ألا يبرر ذلك هذا الأمر؟ طبعا أنا لا أدافع عن محمد صلاح أو أهاجم، أقدم أن محمد صلاح هو صاحب القرار، لدينا لاعبين آخرين سواء كانوا عرب أو غير عرب دعموا غزة أو وضعوا بوستات أو ستوري أو تغريدات مؤيدة لغزة أو مطالبة على الأقل بإيقاف ما يحدث فيها من قصف إسرائيلي، لم يتأثروا. بعض اللاعبين فعلا تأثروا، بعض اللاعبين أنديتهم حذرتهم اجتمعت معهم، ولكن في النهاية في حسب القوانين الموجودة سواء في ألمانيا في إنجلترا في فرنسا لا يمكن أن تفسخ عقد لاعب بسبب إبداء آراء سياسية ما لم تخالف، هذا ما كنت أريد أن أعرف، ما لم تخالف هذه الآراء قانون موجود في الدولة، وتذهب إلى مسألة قانونية طويلة تبحث فيها عن فسخ عقد اللاعب، هو أمر صعب طبعا. ليفربول لا يريد فسخ عقد اللاعب، هذا أمر مفروغ منه يؤيده، شاهدنا أيضا مظاهرات في مدينة ليفربول أبناء ليفربول. لماذا محمد صلاح نتابع؟ أيضا لأنه سبق أن كان له مواقف في أحداث سابقة، منها وفاة الملكة إليزابيث، كان سريعا في وضع التغريدة أو البوست وتأخر هنا، وعندما جاء بلغة إنجليزية واضح أنه يقرأ من نص مكتوب وليس من بطريقة يعني خلنا نقول من قلبه كما يصف. يعني نأمل نحن أن يعني هذه الآراء وهؤلاء المؤثرين من المشاهير يعني أن دائما نأخذ الجانب الإيجابي لما حدث، دائما تكون يعني نتائج أقوالهم أن حقيقة تفسح المجال أمام السلام بالعالم. تمام، انتشار إيصال الكلمة، هذا أهم شيء. شكرا لك وحيد المصري الصحفي بقسم الرياضة في قناة العربية.